السلام عليكم. الناس اللي بتسأل يا جماعة دايما وتقول لنا الأخشاب اللي انتوا بتستخدموها ايه؟ والله يا جماعة هي الأخشاب كلها طبيعية مستوردة، لكن بيتم توظيفها توظيف الأمثل لكل أوضة. تمام، الأوضة اللي قدام حضراتكم دي أوضة مودرن، دي دلوقتي في النجارة. تمام، لو بصينا الأوضة كلها، يعني الأوضة كابس قبل كاس سي مصنع 14، وبعد كده محطوط الفايبر ده فوق عشان التشريح بتاعه، الإدراج من الكونتر الخالص قدام حضراتكم وعلى سحابات. طبعا الرسم المفرغ ده بسي ان سي، ده بالنسبه للتسريحه. طبعا في اوبشنات كتير في كل غرفه احنا بنتاحها، مثلا التسريحه اهي. تمام، ده الكرسي الخاص بالتسريحه، ده الدولاب، اوضه النوم الكبيره، الابلكاش كله سه. العقده في السه ده يدل على ان اللوح فعلا قبل كاس سي. خلونا برضو في اوضه تانية ما ينفعش ان انا استخدم فيها الزان، يعني اقل حاجات بسيط. فلازم نوظف فريق اوضه اطفال سلب دوري، بيتم توظيف الاخشاب زي قدام حضراتكم ما انتم شايفين دلوقتي. الادراك السلم عباره عن ادراك كونتر، طبعا احنا مراعين المقاسات عشان الطفل لما يجي طالع برضو ما يبقاش عائق معاه. تمام، ده دولاب أطفال برضه. السلام عليكم. سرير بدورين تم صناعته على الصورة بالكامل، ده في مرحلة التصنيع نجارة قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. شقة تم صناعتها على الصورة بالكامل بفضل الله شهادة الزعامة ربنا يبارك له، لأوضة النوم الرئيسية. تعالى كده معايا، دي التسريحة يا جماعة، سامعين صوت السحابات ناعمة خالص ازاي؟ ده البط، ده البط، البط كلها على سحابات. تعالى كده مرشوش على القلب من جوه برضه دوكو. السرير قدام حضراتكم الاتنين كومودينو، ده بف قدام السرير بيطلع نعمل زيارة من اللي احنا على سيراميك. دولاب براد، مكتبة، إيش؟ رف كان مستخدم فوق، رف وعليها، أو بنعمل ريكلا رف، نبقى استفسارات على رقم 010 2005 2004 07 الأساس. السلام عليكم. غرفة نوم بنات تم صناعتها على صورة بالكامل، السرير مكون من وحدات أدراج زي قدام حضراتكم، وسرير دورين يصلح لجميع الأعمار السنية. دي مكتب ودي تسريحة، مارتيشن ده غرفة خضور، وده دولاب 150 تحت أي استفسار على رقم 010 2005 2004 07، شركة أرينا الأساس بدمياط. بارك الله وبارك عليهما وجمع الله بينهما في خير كثير وبد. Thank you.